أنا أعتقد يعني الإدارات الأمريكية المتعاقبة كلها تعرف أن الحوثي جماعة إرهابية، يعني هذا واضح، وإدارة ترامب نفسها هي من صنفت الحوثي إرهابيا في أواخر أيام ترامب. وبالتالي هل يجوز التعامل مع الإرهابيين؟ هل يجوز أن نشجع الإرهابيين بالاعتراف بهم عندما يعترضوا الملاحة الدولية، عندما يقتلون الناس، عندما يطلقون الصواريخ على دول أخرى؟ يعني أنا أعتقد يعني الإدارة الأمريكية تريد أن تجد حل، وتريد أن تجد حل بحيث أن تكون جميع خطوط المواصلات البحرية مأمونة، اللي هي بالذات باب المندب. هو يحاول أن يستشير، لكن لا يريد الحقيقة أن يدخل في أي نوع من العمليات العسكرية الثقيلة جدا، هو يعتمد على الضربات الإجهاضية. هل هناك تنسيق قد يتم لقتل القيادات كما هو في حزب الله، أم هل يتم دعم المجلس الانتقالي، الجيش هذا الشرعي، هو السؤال دكتور فهد. قوات طارق صالح؟ تفضل. يعني اليوم دائما كانت ما تقول أي أطراف بالشرعية أنه ادعمونا نحن ونحن نخوض هذه الحرب، ولكن هذا الأمر لم يحصل أبدا من جانب أمريكا. هل يمكن أن يتغير هذا الموضوع مع ترامب الذي لا يريد أن يكون هو في قتال مباشر مع أي طرف اليوم، لا يريد حروب مع أي جهة؟ صحيح، الرئيس ترامب أعتقد يعني فلسفته هو لا يريد أن يجلس على المكتب البيضاوي، زيرو كونفليكت، زيرو صراعات، والدليل على ذلك الآن البروسيس اللي نشوفه في لبنان، ونشوفه في غزة، ونشوفه محاولة نشاهده في روسيا. لكن في خطر يهدد المنطقة الحيوية الاستراتيجية ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وخيارات الرئيس ترامب الحقيقة معدودة، يعني هو مش خيار وحيد فقط، لكن السبب الرئيسي هو الحقيقة طهران، تمام، يعني مش الحوثي. فأمام خيارات، إما أن يواصل الضغط الاقتصادي على طهران، وبنفس الوقت أن يتم دعم الحقيقة قوات يمنية يمنية، لأن الصراع حاليا هو يمني يمني دولي، وليس يمني يمني خليجي أو عربي، هو دولي، هو اعترضوا الملاحة الدولية وشكلوا. بالتالي أعتقد هو دعم الحقيقة المكونات اليمنية. السؤال، أي مكون هو يدعم؟ مكون طارق صالح في المخا، ولا مكون المجلس الانتقالي، ولا وين جيش الشرعية؟ أنا أعتقد الخيار الأمثل بصراحة هو دعم الحقيقة يعني المجلس الانتقالي في الجنوب لتأمين الحدود، ودعم قوات طارق صالح الحقيقة للدخول إلى صنعاء. أنا أعتقد هذه أفضل الخيارات اللي أمامه حاليا، لأن جيش الشرعية شاهدناه.